فقرتنا بتوجيه السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة لكل الأمهات في مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم اللي بيوافق اليوم 21 مارس. قالت قرينة الرئيس في رسالتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: أتقدم بالتهنئة إلى أمهات مصر في عيدهن، فالأم هي الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود، فتحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية وكانت الجنة تحت أقدامها. كل عام وكل أم بخير. طبعا الحقيقه يمكن خلال التسع سنين اللي فاتت ومتولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم الحقيقه يعني ولا اهميه كبيره لملف تمكين المراه، وشهدنا الحقيقه يمكن حتى في القطاعات الاقتصاديه تمكينها اقتصاديا حتى سياسيا، شهدنا انه يمكن زاد التمثيل المراه، زاد تمثيل المراه بنسبه كبيره جدا، يمكن بنسبه 27% في البرلمان بغرفتيه، ايضا 25% بمجلس الوزراء، يمكن كمان اعلان عام 2017 عام للمراه، والحقيقه يمكن تقدم كبير في هذا الملف تحديدا. مرة أخرى كل سنة وكل أمهات مصر وكل سيدات مصر بألف خير. هنروح لموضوع آخر، وانطلقت اليوم قناة الناس في إطلالتها الجديدة بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك وتحت شعار قناة الناس ما ينفع الناس. انطلقت القناة في ثوبها الجديد بمجموعة برامجية مميزة ومختارة بتهم جميع فئات الجمهور المصري والعربي. بدأت القناة في الإعلان عن الخريطة الجديدة، حيث كشفت عن عرض برنامج مصر دولة التلاوة، طبعا تقديم الإعلامي عمرو خليل الذي يستضيف الدكتور علي جمعة. كمان من البرامج اللي هتقدمها قناة الناس، طبعا في برنامج بيقدمه الداعية الإسلامي مصطفى حسني، برنامج جديد اسمه رميم اللي بدأ الترويج ليه مؤخرا، وبيتناول مسألة إصلاح النفس البشرية عبر الإيمان بالله والاستعانة به وبقدرته على تجاوز عوامل الضعف الذاتية، أيضا التعامل مع المواقف المختلفة. على قناة الناس أيضا بيواصل دكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والعالم الأزهري رمضان عبد المعز تقديم برنامجيهما المتميز طبعا لعلهم يفقهون عصر كل يوم في رمضان. بيواصل البرنامج اللي قدم عدة مواسم ناجحة طبعا طيلة السنوات الماضية تقديم المعلومات الفقهية والدينية بشكل ميسر مع تخصيص محتوى ديني يناسب الشهر الكريم. القناة كمان بتقدم خلال رمضان القادم برنامج عن تلاوة القرآن لتعليم التلاوة الصحيحة للقرآن باسم مع التلاوة. كمان دكتورة نادية عمارة بتقدم برنامجها الناجح قلوب عامرة بالتزامن مع عرضه على قنوات آن، وبتقدم الكثير من المسائل الفقهية زي ما تعودها منها. كمان قناة الناس بتقدم المسلسل الديني الجديد رسالة الإمام للنجم خالد النبوي وعدد كبير من النجوم عن سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي. قناة الناس قناة فضائية تهدف لعرض الإسلام النقي، نشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، أيضا المحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع. وفي موضوع آخر كمان، قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالية للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لعدد ثلاث مراكز إصلاح وتأهيل جديدة في العاشر من رمضان، مدينة 15 مايو وكمان إخميم الجديدة بسوهاج، واللي تم تشييدها وفقا لأعلى المقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة خلال فترة زمنية قياسية. حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورموز الفكر وعدد من الفنانين ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونطلع الفصل، نرجع نكمل مع حضراتكم الكلام. ربنا لما خلق الإنسان وهبه حرية الاختيار بين الخير والشر، في منا اللي بياخدوا الطريق الصح وفي منا اللي بيختاروا الجريمة، وعشان المجتمع يقدر يستمر كان لازم يكون في عقاب رادع. السجون بعضها اتبنى من 100 سنة، وحيطان السجن متعجز زي الإنسان وبيحاصرها مد عمراني من كل جهة لحد ما بقت وسط البلد. الكتلة السكانية أحاطت بالسجون، أصبحت السجون دي رغم التطوير اللي تم فيها إلا أنها اتصدمت بمساحة السجن. أنت في الداخلية بتبذل أقصى جهد وفي نفس الوقت النتيجة
لم تصل إلى الحد المرضي. عانينا من تكدس، عانينا من عدم توافر اشتراطات صحية. الإمكانيات اللي موجودة فيه ومرافقه كانت بتتحمل ضغوط اللي يفوق طاقتها الاستقبالية. كيف أحافظ على المسجون ثم كيف أعيد تأهيله مرة أخرى ليخرج مواطن صالح وألا يعود للجريمة مرة أخرى؟ في إطار الجمهورية الجديدة كانت توجيهات القيادة السياسية إن إحنا نوفر بيئة جديدة نقدر من خلالها تحويل نذيل لعنصر صالح لإعادة دمجه بالمجتمع، ونقل السجون خارج الأحوذة العمرانية لرفع كفاءة تشغيلها وتوفير كافة مقومات حقوق الإنسان فيها. شكلنا لجنة من المتخصصين المعنيين لوضع تصور لاحتياجات العناصر المكونة لمراكز الإصلاح والتأهيل اللي هيتم تنفيذها. النزلاء بيحتاجوا للتدريب على بعض العناصر زي مهارات الحياة، زي إدارة الغضب، زي حل مشكلات، إن إزاي يتم دمجه أو بداية الدمج تكون من خلال المركز الإصلاح والتأهيل. يبقى جزء من تقضية عقوبته هنا والتأهيل هو التأهيل النفسي وتكوين شخصية جديدة أو تغيير سمات شخصية تكون أكثر إنتاجية وأكثر موائمة ومواكبة لظروف الحياة في الخارج، فيخرج من هنا متغير سلوكه الإجرامي اللي دخل بيه قبل كده. تقويم القيم وتعزيز الأخلاقيات وضبط السلوكيات وصولاً لتحصين النزلاء من الانحرافات السلوكية حماية لهم ولمجتمعهم. بعد ما انتهت اللجنة من وضع التصور نموذج مركز إصلاح والتأهيل النموذجي وإضافة بعض العناصر عليه التي تعظم من المنظومة التأهيلية اللي خليته نموذج فريد يتميز عن أي نموذج مشابه له في العالم، تم العرض بالخطة المتكاملة لمراكز الإصلاح والتأهيل اللي استخرت عليها الوزارة واللجان المشكلة على السيد رئيس الجمهورية، وبعد إقرارها من سيادته تم التنفيذ الفوري للخطة. الحجر ده جزء بسيط، الجزء الأكبر لإدارة المنظومة هو الفرد، هو العنصر البشري. تم استحداث مركز تدريبي متخصص داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، وبيتم فيها تدريب الضباط والأفراد وجميع العاملين بأحدث الأسس العلمية بهدف تعزيز القدرات الأمنية لديهم، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي تم إطلاقها في سبتمبر 21 تلبي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، سواء كانت حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اجتماعية واقتصادية. هل في نية حقيقية لإصلاح أوضاع السجناء ومراكز التأهيل في مصر؟ النية الحقيقية موجودة والإرادة موجودة، والسجون بدأ إنشائها وبدأ يكون في تطبيق كامل للقواعد النموذجية الدنيا. تضمنت الخطة الاستعواض عن 45 منطقة سجون قديمة بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة، واللي هيتم توزيعها جغرافياً على مستوى الجمهورية بناء عن معايير تخطيطية بتراعي الامتدادات المستقبلية للمدن الجديدة. تم بالفعل تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من الخطة، والتي تضمنت تشغيل مركزي الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وبدر، واللي استغرق تنفيذهم 11 شهر من تاريخ التكليف. والمرحلة الحالية بتضم مراكز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان للشرقية، ومدينة أخميم الجديدة بسوهاج، ومدينة 15 مايو بالقاهرة. المراكز دي تم تنفيذها خلال عام تقريبا. قيمة أراضي السكون القديمة اللي تم إغلاءها وتسليمها للدولة بتعادل وتوازي قيمة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة اللي تم إنشائها. بالشكل ده إحنا ما كلفناش الدولة أي مبالغ مالية إضافية. تم بالفعل إخلاء وهدم عدد 12 منطقة سجون قديمة، وبيجري حالياً إخلاء وهدم عدد 15 منطقة أخرى، وإن شاء الله سيتم إخلاء وهدم الباقي مع تنفيذ المرحلة القادمة. المنشآت والعنابر بس، الهدم كان للأفكار القديمة اللي بتقول إن السجن مجرد عقاب. قائمين على المكان بيتعاملوا بمنتهى الاحترام والأخلاق معانا. تقوم بتغسل وشك بماء سخن وسخن وبرد، معاملة كويسة. أوضة فيها شاشة، فيها اتنين حمام،
هو نفسه لما استقر وارتاح ما بيعملش مشاكل. انا مش في عزله عن العالم اللي بره، بمتابعه الاخبار الموجوده حاليا دلوقتي في نشرات الاخبار، في مراعاه لحقوق الانسان بشكل متطور جدا، في بدر ومفيش حركه يعني كليا، فلازم يبقى في مساحه يركب عجله ويدخل حمام، دي تفرق كتير طبعا في نفسيه او اي مسجون. وزارة الداخلية لما قررت تطوير المنظومة الطبية بقطاع الحماية المجتمعية واللي تم من خلال إنشاء مستشفيات متكاملة على أعلى مستوى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، كان ليها هدف رئيسي وهو الحد من تحويل النزلاء لمستشفيات خارجية. ده كان لسببين، الأول هو سرعة أداء الخدمة الطبية للنزيل، والتاني هو مساعدة جهات الدولة الأخرى من خلال إن أنا وفرت له الأماكن اللي كان بيشغلها النزيل في المستشفيات الخارجية. جات لي ذبحه صدريه، دخلت عمليه الاسطره وتوقيع الكشف عليه وعمل الفحوصات اللازمه، تبين وجود قصور بالشرايين التاجيه مما استدعى ان احنا نحجز المريض فورا بالمركز الطبي. تم زراعه 3 شرايين تاجيه والحمد لله المريض دلوقتي في رعايه مركزه والامور مستقره جدا بالنسبه له. بصراحه انا اندهشت لما جيت شفت المركز هنا، شفت الامكانيات اللي فيه، شفت غرف العمليات والرعايه، والمركز مجهز على اعلى مستوى، يمكن من احدث مراكز القلب انا شفتها في مصر لغايه دلوقتي. بداخل كل مركز طبي بقى فيه قسم للطب النفسي وعلاج الادمان. كان معايا التذكره الطبيه بتاعتي وكان مكتوب فيها ان انا باخد ادويه نفسيه، فتعرضت هنا في المركز الطبي على دكاترة أمراض نفسية، قالت مش محتاجة أي دواء، أنت كل اللي جواكي بتطلعيه في شغلك، بتطلعيه في إنتاج. إحنا هنا بيبقى دورنا إن إحنا نعلمه إزاي يخرج من هنا يكون شخص صالح في المجتمع. مش معنى إن أنا غلطت مرة فدي تبقى نهاية المطاف، لأ، أنا ممكن أصلح وأتغير. الأطفال إحنا هنا لينا مبنى لوحدينا، في فصول تمهيدية للأطفال بنعلم الأطفال فيها، في ألعاب ترفيهية للأطفال بتفضل تلعب بيها، في كل حاجة موفرة للأطفال. في رياضة، والرياضة مهمة جدا طبعاً، في الرياضة أخلاق، رياضة سلوكيات، أخلاقيات، رياضة تأهيل، رياضة تطور. عملوا لنا دوري بين المراكز اللي موجودة ووصلنا فعلاً للنهائي، وتفاجئنا جاي يحضر يعني نخبة من الناس اللي بتاعت المنتخب الوطني. لما بتدي للإنسان حرية حركة أنت بتقللي جداً الغضب اللي عنده، لما أوجهه بقى لمهنة فهيطلع كل الطاقة بتاعته بناحية إيجابية لمهنة معينة. إحنا الحمد لله يعني الصوب كلها مزروعة والحوش عندنا كلها مزروعة، فيها طماطم، فيها خيار، وجميع الأشجار زارعينها، وزارعين فول وزارعين بصل، وفي الموسم الصيفي برضو بنزرع جميع المحاصيل برضو. كانش عندي أي خلفية عن موضوع الدواجن، كنت زي أي ست بيت ممكن أغسل فرخة أنظفها أعمل، لكن هنا خدت خبرة إن أنا لما أطلع بره ممكن أشتغل في المجال دوت. دخلت اختبروني هنا وعرفوا إن أنا صناعي، عرفوني على المكان كله، حتى المكان اللي أنا ما أعرفش فيه حاجة في مهندسين معانا هنا بيوجهونا ليه وعرفونا الحاجات الجديدة، عشان أغلب المكان هنا شغال أوتوماتيك، في مكبس حراري، في مقطع كهرباء، نصنع أنترهات، نصنع أوض نوم، نصنع سفر. معايا ناس بعلمها صنعة تستفيد منها. شغال في مجال الملابس الجاهزة، فطبعا نزلت التعيين فلقيت في مكان امكانيات اوفر اورلي وسنجر، فوق 200 حد بيعرف يقعد على مكان، وحد بيعرف يكوي، وحد بيعرف يقص، وحد بيعرف يفصل في التعيين هنا. ان نتيجه ان الهدوء النفسي حصل للنزلاء فبقى عندهم رغبه ان هم يحسنوا نفسهم اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا. دي ورشه السجاد، وبنصمم السجاد دوت على النول. في واحد بيسد غرز، في واحد بيتملى على السجاده. الرسومات ديت احنا اللي بنرسمها. ده بيت نوبي. في لفظ الجلاله، في بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغلت كهرباء عشان عرفت لو علمه مثلا واحد في الكهرباء او في النقاشه او في اي مجال بيديله وهو خارج شهاده خبره. المجتمع ما عندوش القدره ان يجي واحد يرمي بتقله عليه ويصرف عليه، وبالتالي المجتمع ممكن يقبل النزيل امتى؟ لما يكون النزيل في ايده حاجه بيعملها، حاجه ليها قدره على افاده المجتمع. والشغل اللي انا بعمله في مندوب هنا بيروح منفذ يبيعه لي والعائد بتاعه بيخش لي. بعض زملاتنا مثلا بيبقوا محتاجين ان هم يصرفوا على نفسهم، فاحنا بالتالي بنعلمهم وبرده كهوايه وهم بيبقوا حابين كده. بناخد مرتبات
بنصرف على نفسنا ووفرنا برضو على اهالي شويه. بالنسبه اللي احنا بناخدها لنا حريه التصرف فيها. الحساب ده بيخش بونات وبقدر اتعامل بيه جوه المركز. هنا انت بتحسني من فرص انه يحس انه هو محترم وان هو عنده القدره على التعايش رغم انه مسجون، لكن ممكن جدا من الدخل بتاعه يصرف على نفسه عليكم. كان عنده موهبه غناء ايقاع عزف ونفضل نشتغل. الفنون هي بتحرك وبتهذب النفس عامه، فاكتر مكان اقدر استخدم فيه الفنون لتحريك الشعور ده والحد من العنف والجرائم هو مركز الاصلاح هنا. مصريه بنت مصري وامي مصريه، والحكايه فطره فطرها ربنا جوه القلوب اسمها عشق الهويه. عرفت انه في اي حد عنده هوايه ممكن ان هو ينميها، يعني في المركز بيهتم بده. كل واحد عنده موهبه بيطلعها. انا كانت موهبتي ان انا اعمل شغل كرتون على نظام العجل. أنا هنا بمارس هواية الرسم. من أول ما جيت المركز هنا لقيت جميع الإمكانيات موفرينها هنا، إن أنت لو جواك موهبة تنميها الفترة اللي هي بتاعت العقوبة بتاعتك. كل النزلاء اللي بيرغبوا في القيد بمراحل تعليمية مختلفة ويتم إلحاقهم بالمراحل التعليمية، ويتم عمل لجان امتحانات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لتأدية الامتحانات المقررة عليهم. دخلت معهد الأمية لما لقيت فيه تعليم، لأن كان سبب وجودي هنا هو جهلي، ما كنتش بعرف أقرأ أكتر. كنت معايا الإعدادية فأخدت الثانوية العامة وليسانس عقوب وأخدت ماجستير في القانون. الحمد لله رب العالمين قدرت إن أنا أروح كلية الحقوق جامعة عين شمس واتخرجت بالفعل الحمد لله رب العالمين. حبيت إن أنا أكمل، قدمت دراسات عليا في جامعة القاهرة في العلوم الجنائية. المركز أنشأ مدرسة زراعية وأنشأ مدرسة صناعية بكل المهن اللي موجودة للطلبة الحاصلين على الإعدادية ولم يستطيعوا أن يكملوا يستكملوا التعليم. من المدارس ديت يقدر يكمل تعليم عالي، فالفترة ديت استولت ما بقتش مهدرة بالعمر. نهتم بالتعليم وتصحيح المفاهيم ونصوب الأفكار التي عانينا منها. تمثل المرحلة الجديدة من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب، تستهدف إعادة بناء الإنسان حتى يمكن أن يندمج بسهولة مرة أخرى مع أبناء هذا الشعب الكريم. اتحبست سنة 2005 في قضية المسمى الإعلامي بتاعها اسمها تفجيرات الأزهر. أنا انضميت لجماعة الإخوان سنة 2010. أنا كنت مقتنع بالفكر ومنهجهم. من كتر ما أنت سمع وطاعة سمع وطاعة، مطرح ما بيقول لك روح بتروح. ألقيت عددا كبيرا من المحاضرات الممتدة والواسعة التي كان فيها قسط كبير جدا من الأسئلة والأجوبة والاشتباك الفكري المباشر. كان بيجي يعرض رأيه ورأي المخالف بأدلته إيه، ويفند كل رأي وكل دليل من دليل المخالف دوت عشان يوصل لي في الآخر النتيجة اللي أنا أطمئن إليها. مخزون كبير من المواقف الصغيرة التي كانت ربما لا تستوقفهم، لكن حينما أعدنا رسم خريطة الخطر الذي تمثله تلك التيارات رجع ليرى بوضوح كيف أن هذه التيارات كانت تقود إلى الهلاك. أنا لقيت أن الاتجاه الآخر اللي هو حبسني أرحم علي من قيادتنا اللي هم إحنا جينا بسببهم السجن. كنت بسمع أن بيحصل في السجون تعذيب واعتداءات، ولما دخلت ما شفتش اي حاجه من الكلام ده. كان من ضمن هذه الافكار ايضا فكره حمل السلاح وفكره القتال والجهاد. كان من ضمن هذه الافكار ايضا التي ينظرون بها لكل المجتمعات انها غارقه في نوع من الجاهليه. الراي اللي انا وصلت له هو ديننا دين وسطي، دين السمح، يخالف جميع افكار التيارات الاسلام السياسي الموجوده. لو رجعت بيا الايام تاني وانا في نفس التفكير دلوقتي وفي نفس سني وفي نفس اللي انا فاهمه دلوقتي، كنت عمري ما اعمل اي حاجه من اللي انا عملتها. الواحد بيندم على كل ساعه قضاها في السجن، ما كانش في حاجه في الدنيا كلها تستاهل ساعه في سجن.
وجود كنيسة، وجود ارتباط بين المسؤولين والنزلاء، انه بيحس بحسن المعاملة بيرفع من مستواهم المعنوي. ده احسن صورة لحقوق الانسان. البيئة اللي بتوفرها هنا المؤسسة هي بيئة علمية، بيئة للتأهيل، قائمة على أسس علمية طبية دينية ثقافية رياضية، تأهيل بدني إلى آخره. كل العوامل دي بتتضافر مع بعضها عشان تطلع بني آدم سوي من أول وجديد، يخرج للمجتمع منتج وليس فقط يخرج للمجتمع كما كان من قبل. وفي ذات الإطار من هذا الفكر المتحضر، كانت فكرة وزارة الداخلية أن يكون هناك محاكم تقع في نطاق هذه السجون، مما لا شك فيه أنها تحقق العديد من المزايا. أهم هذه المزايا هي المزايا الخاصة بتأمين نقل النزيل من أماكن الاحتجاز حيث يتواجد للعرض على المحكمة المختصة. أيضا هناك ميزة اقتصادية لا يجب إغفالها، هذه الميزة تتمثل في خفض النفقات الخاصة بنقل هؤلاء النزلاء من المراكز من أماكن احتجازهم لعرضهم على المحكمة. من جانب آخر أيضا تيسير لإجراءات التقاضي وتسريع أيضا لهذه الإجراءات. كافة المحاكم الموجودة في نطاق هذه المراكز تم تزويدها بالوسائل التقنية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي، وعلى رأسها يأتي منظومة تجديد الحبس عن بعد. يعني بقى في سهولة في إجراءات التقاضي، بيسهل في إجراءات التأمين، بيريح السجين عشان هو ما يبقاش بيركب عربية ترحيلات وعطلة في المرور وقد تتعرض لبعض المشاكل. طبعا في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تم مراعاة ترتيبات الزيارة من حيث وجود أماكن لائقة وواسعة لأهلية النزلاء قبل تحقيق الزيارة. أول ما جيت لقينا الحمد لله في أوتوبيس بيدخلنا بياخدنا من هناك ويجيبنا هنا لغاية الباب. هنا سهل جدا وهنا منظم، تبقى عارف رايح فين جاي منين. فرق المدة وفرق الزيارة وفرق كل حاجة. أنت الأول كنت بتقعدي متزحمة، ممكن استند واحد يقعد عليه 3-4 أسر، وثلاث أربع أسر كل أسرة فيها 2-3 غير السجين أو النزيل اللي موجود معاهم. النهاردة ترابيزة مستقلة، هو المسجون بتاعك أو النزيل بتاعك ومعاك أنت الشخص اللي معاكي، وقعدة الزيارة مبسوطة والدنيا جميلة جدا. تم مراعاة الخصوصية في منطقة الزيارة الداخلية ما بين النزيل والأهلية، وده أدى إلى اختلاف نفسية النزيل وتحسنها للأفضل. أيضاً فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة، هو كان جزء هام للغاية في الفلسفة الجديدة المتعلقة بالتعامل مع هذه المنظومة. الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بتبقى متابعة النزيل وأهله وأبنائه، بتقدم لهم خدمات. بنت نزيل هتتجوز بيجهزوها، إعفاء مصاريف الدراسة لابن النزيل الغير قادر، وكمان إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم. أثناء فترة وجود النزيل بمركز الإصلاح والتأهيل بيتم متابعته وتقييم سلوكه ومدى استجابته لبرامج الإصلاح والتأهيل، وده للتأكد من إمكانية الإفراج المبكر عنه. في حالة الموافقة على الإفراج عن النزيل أي نوع من النوعين شرطي أو عفو، والإفراج الشرطي ده مادة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل بيتم تطبيقها على النزلاء بنصف مدة العقوبة. أما العفو بيكون قرار من السيد رئيس الجمهورية في 6 مناسبات قومية ودينية في السنة، وبيتم تطبيقه بثلث مدة العقوبة. ودي مبادرة هي أيضاً بتصب في صالح دعم المنظومة المتكاملة نحو خطوات أكثر ثباتاً وأكثر تقدماً في تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان. الفكر العقابي الحديث يهدف استغلال فترة قضاء المحكوم عليه عقوبته في إعادة تأهيله للعودة للمجتمع، لأنه مخلوق أخطأ وعوقب، وبالتالي ليس من المطلوب أن يظل العقاب بلا حدود، ولكن المطلوب وتنفيذ العقاب حتى يكون هناك رد له ولغيره، ثم إعادة بناءه مرة أخرى حتى لا يعود الجريمة. التكلفة كانت كبيرة لكن ممكن تتضاعف لو فضلت السجون سجون للنفس والجسد. كان لازم نضمن ونطمن إن اللي يخرج من مؤسسات الإصلاح والتأهيل ما يرجعش تاني. تذكرة خروج بلا عودة. كلمة شرف وتحسن.
اتحققت لما الايدين اتعلمت ازاي تواجه الظروف، لما العقول اتنورت ولقيت طريق للبداية صح، وبالعمل هتتحد كل الكفوف. كلمة شرف اتحققت لما الايدين اتعلمت ازاي تواجه الظروف، لما العقول اتنورت ولقيت طريق للبداية صح، وللعمل هتتحد كل الكفوف. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل، وأقدر أخطي المستحيل. اللي اتبنى كان حلم واتحقق معاه معنى الحياة، وفتح لنا طريق نجاة، وسوائب الدور فيها خلتها من صحراء وغروب لحاجة جديدة وطوق نجاة. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل، وأقدر أخطي المستحيل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. يمكن قبل الفاصل تابعنا معاكم تقرير عن مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل عام. طبعاً احنا تابعنا معاكم أيضاً افتتاح عدد 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة في 15 مايو وفي إخميم الجديدة وكمان في العاشر من رمضان، ده بجانب أنه كان في بالفعل مركزين تم افتتاحهم في 2021 تقريباً، كانوا في وادي النطرون وفي بدر. فكرة تغيير مفهوم السياسة العقابية ده مهم جدا، مش معنى ان شخص غلط او ارتكب جريمة ما وبعد كده تم الحكم عليه بعقاب يتوافق مع جنس العمل او الجريمة اللي ارتكبها انه بعد كده يخرج يلاقى برفض من المجتمع. مهم جدا انه هذا الشخص بعد ما تلقى عقوبته انه هو يتم دمجه مرة اخرى في المجتمع، عشان ما يبقاش عندنا اشخاص منبوذة من المجتمع فبالتالي تضطر تتجه الى التطرف او تكون اشخاص يعني خلينا نقول ان هي غير نافعة للمجتمع او حتى بتضر المجتمع بشكل عام. تابعنا يمكن الاستحداثات الجديدة في هذه المنظومة وهي مهمة جدا، المتعلقة بالحالة النفسية للنزيل، وكمان بطلنا نقول كلمة مسجون، للنزيل دي مهمة جدا. فكرة ان احنا بنستحدث مشروعات انتاجية جديدة للنزلاء، ان كانت مشروعات زراعية صناعية حتى المشروعات المتعلقة بالحرف اليدوية، وبعد كده بيتم يا اما بيعها من خلال منافذ قطاع الحماية فبالتالي بتخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، أو حتى أنها بتوفر دخل للنزيل ليه كامل ومطلق الحرية في التصرف فيه. طيب حتى فكرة أهالي النزلاء دول بعد ما تم افتتاح المركزين أو مركز الإصلاح والتأهيل في وادي نطرون أو في بدر، طبعا المسافة بعيدة على أهالي النزلاء وتمت مراعاة النقطة دي، وبالتالي منتابع دلوقتي كمان افتتاح عدد من المراكز الأخرى. يقابل ده بقى كمان غلق 15 سجن من السجون يمكن المتعارف عليها أو التقليدية، ولسه كمان في المراحل القادمة هيتم غلق عدد أكبر من السجون. أعتقد أن ده ملف مهم جدا ويمكن خطوة مهمة جدا جدا في أن احنا نستغل الطاقات دي الموجودة، نستغل فكرة أن احنا نصلح من هؤلاء الأشخاص ويقدروا مرة تانية يكونوا أشخاص نافعين لمجتمعاتهم. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، موضوع مهم جدا جدا. حقيقة أنه وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة نهائيا ووقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
غير المرخص ليها. مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد في ذات الموضوع، بيهدف المشروع مشروع قانون بمنتهى البساطة لفتح الباب أمام المنشآت غير الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي. طبعا انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي للقطاع الرسمي من شأنه التزام هذه المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية بيئية وسلامة وصحة مهنية وجودة، كل ده من شأنه طبعا زيادة جودة المنتجات المصرية، زيادة فرص التصدير. يعني واحنا بنتكلم على الموضوع ده دايما الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن اتجاه الدولة المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي. في ناس يعني شايفة انه الاقتصاد غير الرسمي مش قادرة تحدده قوي، مش قادرة تعرف نسبته قد ايه، لكن حسب خلينا اقول لحضراتكم انه حسب تقديرات حكومية بيساهم الاقتصاد غير الرسمي جزء مهم جدا من الناتج الاجمالي الناتج المحلي بنسبة تقريبا تقدر ب 40%. يعني قد ايه؟ يعني 2.6 تريليون جنيه، ده من زي ما قلت لحضراتكم إجمالي الناتج المحلي اللي بيبلغ ل 6.4 تريليون جنيه، ده لعام 2020-2021. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. معانا دلوقتي عبر الهاتف النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بك معنا في برنامج التاسعة. مساء الخير يا فندم وسعيد بإتصالكم عليا وباهتمامكم بموضوع الصناعة. وموضوع الصناعة هو مهم في الفترة الحالية لأن هو بيعد الكفرة الحقيقية للاقتصاد المصري. ده بكل تأكيد يا فندم. طيب في إطار هذه النقطة تحديدا أهمية هذا القانون إيه يا فندم؟ وفكرة إنه واحنا بنتكلم على الاقتصاد غير الرسمي يمكن الناس مش ناس كتير تعرفوا إنه بيعمل في هذا القطاع حوالي 50% من العمالة، يعني نسبة كبيرة جدا بتعمل في الاقتصاد غير الرسمي. و برضه بنتكلم عن ان هو عباره عن مجموعه من كيانات اقتصاديه متوسطه وصغيره ومتناهيه الصغر، اهميه المشروع ده ايه وفكره الدمج ده قد ايه مهم يا فندم؟ بص حضرتك، هي ببساطه ان احنا ما نقدرش نستغنى عن القطاع الغير رسمي لان هو طبعا بيشغل شريحه كبيره جدا من النسبه العماليه اللي موجوده في مصر. فبالتالي احنا النهارده عملنا تعديل واضافات على القانون اللي هو قانون رقم 15 لسنة 2017. عملنا تعديل لأن فتحنا باختصار الفتح الترخيص ثاني للمشاريع اللي زي كده. النهارده في مشاريع كتيرة بالشكل ده اللي هي مشاريع صغيرة اللي هو احنا مش هنقدر نقول عليها التعبير إلا نقدر نقول الاقتصاد الموازي أو بمعنى أصح ما عندهمش الإجراءات الحقيقية لترخيص مصانعهم. فبالتالي احنا النهاردة عملنا فتح مدد جديدة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية اللي بالشكل ده، وبالتالي ان احنا النهاردة لما نضم القطاع ده هيفيد كتير جدا ان احنا نفيد بلدنا ونفيد الاقتصاد بتاعنا. القانون ده لما اتفعل في سنة 2017 تم دمج حدود 3000 وكسور للقطاع الرسمي. فبالتالي النهارده انا لما افتح تاني بعد انتهاء مده القانون واشغله تاني وابدا ان انا اضم القطاع ده، فبالتالي هنعود ان احنا دايما نكون واقفين على كل كبيره وصغيره ناخد بالنا منها. النهارده انا راجل مصنع موجود محتاج ان انا اقنن وضعي عشان اقدر استفيد من المبادرات الحكوميه اللي بتعملها الدوله، اقدر استفيد بان انا ارخص المنشاه بتاعتي واعمل سجل صناعي بتاعي واقدر اصدر لبره مصر واجيب عمله صعبه تفيد بلدي. فبالتالي النهارده انا لما اعمل مشروع زي كده بفيد بلدي في المقام الاول، وفي نفس الوقت بساعد المنشآت الصغيره ان هي تقنن وضعها، وده اللي احنا عملناه في مشروع القانون اللي انا تقدمت بيه وفي نفس الوقت تقدمت بيه الحكومه. ان احنا فتحنا الترخيص من جديد للمنشآت الصناعيه اللي هي غير مرخصه ان هي تنضم للقطاع الرسمي ويكون في نفس الوقت عندها السبل اللي تؤهلها ان هي تكون قادره على انشاء اقتصاد قوي لبلدها، وده عنصر مهم جدا. ده اكيد. بس سياده النائب طيب عشان اقدر ان انا اشجع
أصحاب المصانع أو أصحاب الأعمال اللي بتكون ضمن الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي أو الاقتصاد الظل أو ما أي مكان اسمه يعني، عشان أشجعهم لازم يكون في محفزات عشان يقدروا إن هم يرخصوا أعمالهم فبالتالي يدخلوا ضمن قطاع الاقتصاد الرسمي. إيه المحفزات دي يا فندم؟ إزاي أقدر أشجعهم على ده؟ هو أول حاجة أن أنا النهاردة ببدأ أخليه يطمن وضعه بإجراءات بسيطة ميسرة طبقا للقانون، وأديله فرصة إن هو يرخص المنشاة بتاعته في خلال سنة، السنة الأولى، وفي نفس الوقت لما يرخص المنشاة بتاعته هيقدر يستفيد من المبادرات اللي بتعملها الدولة، هيقدر يستفيد من الجزء اللي هو الدولة بتدعمه. النهاردة أنا لما أعمل المصنع بتاعي وأرخصه بالتالي هقدر إن أنا أساعد إن أنا أدخل تحت منظومة بتدعمها الدولة بالنسبة للمعارض اللي بتنظمها الدولة، بالنسبة للغرف اللي أنا هشترك فيها سواء كانت قطاعات صناعية أو هندسية أو غيره. النهاردة إحنا محتاجين القطاع ده، الدولة النهاردة بتحدد كل ما هو موجود يعمل صناعة يقضي على البطالة على الأيدي العاملة إن هي تشغلها أكتر من كده كمان، فبالتالي الدولة النهاردة بتساعد أقصى ما جهودها وبتعمل أقصى جهودها لتشغيل الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ده. فالنهارده هو باختصار ان احنا نقول ان القياده السياسيه اللي موجوده حاليا فعلا السياسه تدعم الاقتصاد، قبل ذلك كان الاقتصاد هو اللي يدعم السياسه، فبالتالي النهارده الدوله بتشجع اي حد. النهارده لما حضرتك قلت بسيط المبادرات اللي اتعملت قبل كده اللي هي استفادت منها المنشآت الصغيره، عملت مبادره ب 5%، في ناس كتير جدا اشتغلت وخدت خطوط انتاج، فبالتالي الدوله بتحفز الصناعه، فده اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه. احنا باختصار عندنا منشات صغيره مش مرخصه ومش مندمجه في القطاع الرسمي، فاحنا عملنا القانون عشان خاطر نقدر نضم القطاع اللي هو غير رسمي للقطاع الرسمي. المحفزات اللي حضرتك بتتكلمي فيها انا مش شايفه، الحكومه مش شايفه اللي هو مش مرخص، فبالتالي مش قادره تدعمه في البرامج بتاعتها. احنا اللي احنا عملناه باختصار فتحنا القانون من تاني وشجعنا نقول للناس يا جماعه تعالوا رخصوا، لان النهارده في ناس كتيره جدا بتبقى المنشآت بتاعتها مش متوفر لها الجزء التقني اللي هو بيلزم من المنشاه، فاحنا اللي احنا عملناه عملنا الترخيص لحين تقنين الوضع الفعلي، وفي منشآت كتيره جدا ما لحقتش ترخص. طيب اخيرا وسريعا يا سياده النائب بعد اذن حضرتك، لو دلوقتي صاحب عمل من ضمن هذه المشروعات بيسمعنا وحابب ان هو يتقدم عشان يرخص ويقنن مصنعه ايا مكان عمله، ايه الاوراق المطلوبه وايه اللي يحصل سريعا جدا ارجوك يعني واعذرني يضيق الوقت؟ هو بيتوجه لهيئه التنميه الصناعيه وبيدوا له الاشتراطات اللي هي محتاجينها، وبالفعل بيقوم على الترخيص. ولا هو عموما مجرد ما هو يروح هيئه التنميه الصناعيه الوضع هيكون مستعدين ليه ان هم يسلموه الاشتراطات والاجراءات اللي هم محتاجينها عشان خاطر يرخص، والموضوع سهل وبسيط. احنا ما علينا ان احنا نفتح الافق ونفهم الناس ان القانون اتفعل عشان خاطر الناس تعرف، واللي انتم بتعملوه ده بصراحه مهم جدا ان انت تنوهوا عن مشروع زي كده، لان ناس كتيره فعلا محتاجه القانون ده ومحتاجه. فهو يتوجه لهيئه التنميه الصناعيه عشان ياخدوا الاشتراطات اللي هي مطلوبه للترخيص وتقنين الوضع. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة عفوا بمجلس النواب، جزيل الشكر حضرتك يا فندم. نروح بقى لموضوع الساعة. الحقيقة في أمريكا تستعد الشرطة في مدن أمريكية كبرى لاضطرابات محتملة في حال القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب ضمن تحقيق أو ضمن تحقيق، وهتكون دي أول قضية جنائية ترفع ضد رئيس أمريكي سابق. بتكثف السلطات في نيويورك وواشنطن العاصمه ولوس انجلوس من وجودها طبعا ده تحسبا لاحتجاجات. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع، بتنضم لينا عبر الهاتف من الولايات المتحده الامريكيه هبه القدسي مدير مكتب جريده الشرق الاوسط بواشنطن. مساء الخير عليكي منورانا في التاسعه. اهلا بيكي استاذه جمانه، اشكرك وكل سنه وانتم طيبين. بشكر حضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. طب خلينا نعرف من حضرتك كده الصورة، وضح لنا الصورة في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا في واشنطن هناك تكثيف أمني لرجال الشرطة في يعني
في محيط الكونغرس الأمريكي وفي محيط الخارجية والبيت الأبيض والعديد من الـ يعني التاكس أو المباني الحكومية. وأيضا هناك تكثيف أمني وحواجز أسمنتية تحسبها في محيط محكمة منهاتن تحسبا لأي مظاهرات واعتصامات ومظاهرات قد تتسم بالعنف من أنصار ترامب. الرئيس ترامب غرد منذ الأسبوع الماضي أنه سيتم القبض عليه اليوم الثلاثاء، لكن إلى الآن لم يصدر من هيئة المحلفين كرت استدعاء واعتقال بحق الرئيس ترامب، ومن المتوقع أن تصدر هذه المذكرة الأسبوع القادم، لأن هناك بعض الترتيبات الأمنية واللوجستية لنقل الرئيس ترامب من فلوريدا حيث يقيم إلى مدينة نيويورك، حيث تجري يعني الاستعدادات للتحقيق معه وأخذ بصماته وما يتعلق بالحمض النووي، أخذ الحمض النووي، ثم يمثل أمام هيئة محلفين ويواجه بلا أحد اتهام، ويعني يستطيع في هذه الحالة أن يقول ما إذا كان مذنبا في توجيه هذه الاتهامات له أو غير مذنب. لكن إلى الآن هناك حالة تأهب عالية من قبل شرطة نيويورك وأيضا في واشنطن استعدادا ويعني نوع من التوخي للدرس الذي حدث في 6 يناير الماضي حينما حدث هجوم من أنصار الرئيس ترامب على مبنى الكابيتول. طيب أستاذة هبة، الحقيقة احنا أمام مشهد يعني ونقاط متعددة فيما يعني يحدث بالنسبة لدونالد ترامب. يعني القائمين على الحملة الانتخابية لدونالد ترامب قالوا أنه ما فيش أي حاجة ذكرت عن حبس دونالد ترامب أو حتى القبض على دونالد ترامب، وأنه كانت مجرد تغريدة أو كان مجرد تعليق عفوي. وعلى الجانب الآخر دونالد ترامب يعني شاهدنا ما حدث بعد تحريضه لمؤيديه باقتحام الكابيتل أو الكونغرس الأمريكي، حتى أنه بعض السيناترز في حزبه الجمهوري حتى يعني نقدر نقول هم انقلبوا عليه بشكل أو بآخر. يعني دونالد ترامب يعني إزاي خلينا نقول عمل حسابه أو حسب هذه الحسابات، يعني بالنسبة لما حدث قبل ذلك كيف حسب حساباته قبل نشر هذه التغريدة أو هذا المنشور؟ يعني حينما نشر هذه التغريدة على حسابه في السوشيال هو يعلم تماما ويستبق الأحداث أنه سمعه سيتمكن من حشد أنصاره وسيتمكن من إثارة القلق لدى الديمقراطيين ولدى أجهزة الشرطة ولدى النداء العام من قدرته على تحريك الشارع ومن استطاعته ترويج أنه يواجه بتهم يعني مسيسة، وأن هناك استغلال للعدالة الأمريكية في إثارة هذه القضية ضده، لأنه كما يقول يتصدر الاستطلاعات ويتصدر السباق لخوض السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية لعام 2024، وبالتالي هو يروج لنفسه ويستفيد من هذا الترويج في محاولة إثارة المخاوف إلى حد كبير. وفي المقابل المدعي العام ألفين براغ يحاول أن يقول معه الديمقراطيين أنه لا شخص فوق القانون وأنه لا يمكن ترهيب المدعي العام وترهيب العدالة الاجتماعية، وأن لا يوجد رئيس أمريكي فوق مستوى القانون، وأي شخص ارتكب جريمة سيتم مواجهة يعني سيواجه التداعيات المرتبطة بهذه الجريمة. هذه أمور نظرية، لكن إذا أخذنا في الواقع كيف يعني ستجري الأمور خلال الأيام القليلة القادمة؟ ربما بالفعل يتم اعتقال الرئيس ترامب، ويبدو أن المحامين نصحوه بأن يزعم لقرار الاستدعاء وسيعلن أنه بريء، كما أعلن في الفيديو الذي نشره بالأمس أنه يواجه تحقيقات هو بريء منها
وكما حاول الديمقراطيين عزله في تحقيقات اقتحام الكونغرس، سيكون هناك مجال لتأبرئته من في هذه القضية، وبالتالي هذا كله سيؤدي إلى يعني نوع من التعاطف من أنصار ترامب، وسيتصدر كما كعادتي الأخبار ومنشطات الجرائد ووسائل الإعلام في داخل أمريكا وخارج أمريكا. فهناك استفادة كبيرة للرئيس ترامب. من جانب آخر سياسيا نجد أن كبار القادة الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي مثل كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب وأيضا السيناتور ليندي جرام كلهم أشاروا إلى أن هذه الحملة ومجرد استدعائه والقبض عليه ستجعله سيتصدر السباق وربما يفوز باكتساح في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة أن هذه النوعية من القضايا قد تستمر ربما لعدة أشهر وربما بما يزيد عن العام. وهو بالفعل يعني وهو بالفعل المرشح الأوفر حظا من قبل أيضا حزبه الحزب الجمهوري. على أي حال إحنا في متابعة لما يحدث في المشهد الأمريكي. بشكر حضرتك جزيل الشكر السيدة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن. نشكر حضرتك جزيل الشكر. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في التاسعة. النهاردة من خلال سيادته كمان إحنا مع مودة ومع مصر الخير لبرنامج إنساني طموح، برنامج إنساني طموح في تطوير مراكز الشباب وبادئين بمنطقة وسط البلد التونسي. وكمان يعني مصر الخير، إحنا رمضان وشوفنا فخامة الرئيس وهو بيدق أبواب الخير، بيفتح أبواب الخير في كتف في كتف. ده كمان بيفتح لكل المؤسسات يعني المجتمع المدني وأيضا مؤسسات الخير وزارة الشباب والرياضة. شايفين النهاردة الدكتورة مؤمنة وشايفين الدكتورة إيمان وشايفين يعني مؤسسات مع مصر الخير ومودة كتيرة اللي موجودة عشان تساهم في استمرارية واستدامة الخير. احنا بنتكلم على ليست فكرة وتنتهي، هي كيفية الاستدامة. النهاردة وقع اتفاقين كبيرين حول ما سيحدث في رمضان من عطاء، سواء كان في صورة أطعمة أو مساعدات أو غير ذلك، وما سيكون من تطوير لعطاءات مراكز الشباب التي هي معطاءة في حد ذاتها، ولكن مع كثير من التنظيم ومع كثير من التطوير، والتطوير لا يعرف النهاية. دائما كل ما نطور نريد أن نطور مرة أخرى، لأن الزمن لا يستقر وإنما الزمن يعني يجري بنا، فنحاول أن نجري معه. علشان نقدر نعمل حاجة عليها القيمة وعليها استدامة زي ما قال الوزير ما قال، هو إن إحنا نبقى بنشتغل ومش منتظرين بكرة، إحنا هننتظر بكرة وبعده وبعده. فيبقى المجتمع المدني عليه إن هو يخش في هذا العمل ويقتنع به، فيبقى عن قناعة وعن استدامة في نفس الوقت. علشان كده إحنا الحمد لله دخلنا مع مودة، أنا ماسكة لجنة التنمية وعندي مؤسسة، فإذا بدل ما أعمل أنا شغل لوحدي، لا هعمل الشغل ده مع مودة مع وزارة الشباب والرياضة. الشباب هو المستقبل، فأنا لازم أشتغل مع المستقبل، والمستقبل هو اللي هيبني بلد جديدة.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. هيمكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتسير بخطى ثابتة لإعادة إحياء تراثنا المصري، التراث الفني المصري. أيضا هي مهتمة جدا بأنها تنشر الوعي الثقافي، تنشر وعينا وتوسع مدارك كمان الشباب بما يحدث في مصر، أنها كمان مرة أخرى تذكرنا بأهم العلماء وأهم المشروعات اللي بتحصل في مصر. ده بيحصل إزاي؟ هقول لحضراتكم. الشركة المتحدة بتستعد لطرح سكتشات الرسوم المتحركة الربابة مصري، واللي بيقدم فكرة مبتكرة وهي المزج بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبي من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى. بيقدم الربابة مصري موضوعات متنوعة خلال الحلقات، على سبيل المثال حلقة حياة كريمة، حلقة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، حلقة عن العالم الكبير أحمد زويل، كمان ده بالإضافة لحلقة بعنوان مصر في القرآن، وحلقة خاصة عن محافظة أسوان، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة. بينفرد ربابة مصري بفكرة استغلال التراث طبعا في أعمال الغناء على الربابة، واللي بتعتبر جزء من التكوين الثقافي الشعبي في مصر بشكل مختلف عن طريق عناصر عصرية وهي الرسوم المتحركة، ده بالإضافة لنوعية الموضوعات المطروحة خلال هذه الحلقات. كمان جدير بالذكر أنه الأغاني المقدمة خلال سكتشات الربابة مصري من أشعار الشاعر الكبير جمال بخيت، ألحان عصام نهيمة وأدهم دهيمة، كمان غناء المنشد زين محمود، والمشرف العام على إنتاج الربابة مصري هو إسلام عبد الحكيم، ومن إخراج دكتورة زينب زبزب. خلينا نروح لفاصل آخر نرجع لحضراتكم على طول. نرحب بحضراتكم مرة تانية. كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. خلاص يوم الخميس إن شاء الله أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، ودايما في هذا التوقيت بيبقى عندنا كده بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام، خاصة يمكن أصحاب الأمراض المزمنة زي على سبيل المثال مرضى السكر. إيه اللي يحصل في شهر رمضان؟ إيه اللي يحصل في الصوم؟ إيه نصائح الصيام الآمن؟ إيه المسموح؟ إيه اللي مش مسموح؟ خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من دكتور عاطف بسيوني، استشاري السكر والغدد الصماء ورئيس قسم السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء. مرحب بحضرتك يا دكتور عاطف، صباح الخير. طبعا مرحب بحضرتك ببرنامج التساعة، وأيضا كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وكل المشاهدين بصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله. طيب، واحنا بقى زي ما كنا بنتكلم كده في المقدمة مع حضرتك، دايما في بداية شهر رمضان والصيام، ايه العادات اللي تصح في الصيام؟ ايه العادات اللي بتبقى بتصعب الصيام او بتكون بتعرض مثلا مرضى السكر للخطر؟ في البداية كده حابين نعرف من حضرتك مين يصوم ومين ما يصومش، لو كلمنا تحديدا عن مرضى السكر. بالنسبة لمرضى السكر، هم مش نوع واحد، هم مرضى السكر اربع انواع. السواد الأعظم منهم 25% منهم سكر من النوع الثاني، والمريض النوع السكر من النوع الثاني لو ما عندوش مضاعفات الصيام بيكون مفيد جدا ليه. على العكس تماما السكر من النوع الأولاني اللي هو عادة ما يصيب صغار السن. مرضى السكر اللي عندهم مضاعفات من السكر خاصة لو فترة طويلة، لو كانت في القلب أو في الكلى، ممكن العيان يعرض نفسه لمخاطر جامة من الصيام. فإحنا بنقول لازم عين السكر مش قبل رمضان على طول، قبل رمضان على الاقل بشهر بيروح للدكتور المتابع معاه، يناقش معاه خطه العلاج، خطه الاكل، خطه التريض خلال الشهر الكريم. ولازم مهم جدا يكون يضبط السكر بتاعه قبل يخش على الشهر الكريم، لان لو السكر بتاعه واطي او عالي او مش منضبط الحكايه دي هتزيد. ده النوع الاول جدا. النوع الاول والثاني. انما النوع الثاني الصيام ممكن يكون مفيد له جدا، لان هو سببه الاكل والسمنه في الغالب يعني. انما السكر النوع الاولاني خاصه في صغار السن الاطفال لحد 16 سنه بيبقى في نوع من الخطوره الجامده جدا ان الطفل يصوم، لان ممكن يعرضه يخش في غيبوبه كيتونيه وارتفاع شديد في السكر. يعني المفروض انه لو مريض سكر يعني سنه صغير، طبعا ده عاده بيكون من النوع الاول، حضرتك تنصح بالصيام من سن كام؟ ابتداء من سن كام؟
على فكره في صغار السن ممكن يكون في سكر من النوع الثاني برضه، خاصه مع الطفره في زياده الوزن اللي في الاطفال، فابتدى يظهر سكر من النوع الثاني في الاطفال. انما السكر في النوع الاولاني في الاطفال اللي هم ما عندهمش خلايا بيتا بتفرز انسولين تحطمت كلها، ده هيبقى فيه نوع من الخطوره الجامه ان هو يصوم. انما ممكن نجرب مع من اول 16 سنه مثلا ان نعدل في جرعات الانسولين وفي طريقه اخذ الانسولين مع بعض، مش مع كل المرضى، مع بعض المرضى اللي فوق 16 سنه. المرضى اللي هم جالهم سكر من النوع الاولاني ويكون سنهم كبير وده عدد قليل يعني، لو فوق ال 40 سنه او 50 سنه ممكن يصوم بطريقه اسهل شويه. طيب نوعيه الاكل بقى، يعني نوعيه الاكل المفروض يتناولها مرضى السكر، هل بتختلف في رمضان عن غير رمضان ولا هي واحده؟ لا، هي مش هنقول ان نوعيه الاكل بس اللي تغير، وقت الاكل، نوعيه الاكل، علاقه الاكل بالعلاج بياخده المريض. يعني اولا لو قلنا الوقت بتاع الاكل، العيان دلوقتي في يمكن احنا حظنا كويس الايام دي في رمضان بنصوم حوالي 13 ساعه، انما في وقت في السنه ممكن يبقى 16 ساعه او اكتر. 12 ساعه او 13 ساعه بيبقى الصوم اسهل كتير من يكون اطول من كده اهو. وقت الدواء لازم يتعدل، معاد الاكل هيبقى في وقت الفطار وفي وقت للسحور وفي وقت في النص العيان بياخد فيه وجبه خفيفه شويه. احنا بننصح طبعا العيان اول حاجه اول ما الاذان يبدا لازم تفطر، وتفطر على حاجه يكون بتدي كميه من الجلوكوز كافيه، زي مثلا السنه الشريفه بتقول خد واحده تمره او اثنين او ثلاثه، دي بتفيد جدا انه ياخد واحده مثلا. بعدها ممكن ياخد شوربه خفيفه عشان يعد جسمه للاكل اللي جاي بعد كده. بقول للعيان بعد ما تشرب الشوربه ممكن يقوم يصلي صلاه المغرب وبعدين يرجع بقى ياخد الوجبه بتاعته. الوجبه دي بتضم طبعا نشويات وبروتينات واللازم انتم زي ما بيقولوا عليه. فالنشويات مثلا عيان في الغالب يعني مش كل العيانين، لان طبعا السمين غير الرفيع غير الوزن المنتظم، انما يعني بيكون في حدود رغيف من العيش بتاع الحكومه المدعم ده بنصح بيه، يمكن احسن من العيش الاغلى من كده. اللي هو العيش اللي بنقول عليه البلدي. البلدي هو البلدي بتاع الحكومه بتاع التمويل بتاعنا احنا بتاع زمان اللي متعودين عليه ده. ده احسن عيش لمريض السكر، تركيبته والتركيبه بتاعته وحجمه مفيد جدا لمريض السكر، وانا بنصح بيه حتى المرضى بتوع العياده الخاصه بتاعتنا. ممكن مش عاوز ياكل عيش ممكن ياخد رز مثلا، طبق صغير رز في حدود 8 معالق او 9 معالق، او حتى من المكرونه 8 او 9 معالق، او لو مش عاوز بطاطس، مش عاوز رز ولا مكرونه ولا رز، عاوز بطاطس ممكن ياخد بطاطسين صغيرين مسلوقين او معمولين في صينيه مثلا مطبوخين يعني. او مثلا واحد يقول لا انا عاوز محشي، ماشي ممكن صباعين محشي من الفلفل، او لو بتنجان لحد 4 صوابع. بيتبع ذلك بقى البروتين، العيان ممكن ياخد مثلا شريحه من اللحمه بتتراوح ما بين ال 100 جرام و 150 جرام حسب وزنه، او من الفراخ او ربع فرخه بس عين الجلد من عليها، او من السمك نفس الكميه، ما فيش لحمه ولا فراخ ولا سمك ممكن ياخد ربع ارنب، ممكن ياخد 8 معالق فول او طبق بصاره، دول بيدوا نفس القيمه نفس قيمه البروتين الغذائيه من البروتين للمريض. طبعا ما ننساش الخضار، طبق كبير من الخضار، نحاول نبتعد، مش ممنوع خالص الخضار اللي هي السلطه، لا الخضار المطبوخ يعني الخضار المطبوخ نحاول نبتعد عن البطاطس والبسله، مش ممنوعين خالص يعني، انما عند حد نقول ننصح ولا نبتعد؟ لا ننصح ان ياخد طبق كبير من الخضار مع الابتعاد عن البطاطس والبسله الخضار، بس نحاول نبتعد منهم لان طبعا كميه الكربوهيدرات اللي فيها عاليه شويه. ياخد طبق سلطه كبير باي كميه، دي بتبقى مفيده لانتظام السكر بالدم. ده فيما يخص وجبه الفطار. في وجبه خفيفه هحسبها في الاخر عشان دي مفرحه شويه. هنسيب الفرح الخبر مفرح في الاخر. طب السحور بقى، هي السحور بقى هنقوله نمره 2. السحور بنقول للعيان لازم السحور يبقى قبل الفجر بوقت قليل جدا، بحيث ان وقت الصيام ما يزيدش، بدل ما هو 12 ساعه نخليه 14 ساعه تبقى مش سليم ابدا. وجبة السحور بنحاول نكتر فيها البروتينات، لان البروتينات دي في الاخر هتحول لجلوكوز بس على وقت اطول، فيبقى ده مفيد خلال الصيام. فنقول للعيان برضك ياخد نفس الرغيف بتاع العيش اللي احنا كنا بنتكلم عنه،
بياخد معاه 4 معالق فول، ياخد معاهم بيضاية أو شريحة من الجبنة سواء بيضة أو جبنة رومي أو فلمانك مثلا، ياخد معاه زبدية لبن أو ما بيحبش الزبادي ممكن ياخد نص كوباية لبن نص دسم، بياخد معاه صمرة فاكهة. ده يعني ده يمكن العادي أو يمكن أزيد من العادي حتى اللي احنا بناخده في يعني. يفضل بس يبتعد تماما عن بقى عن فكرة الحاجات المقلية والحاجات دي، ده عامة حتى كل الناس يعني. يعني ده كان نظام صحي للناس كلها مش مريض السكر بس. نيجي بقى للوجبة المفرحة اللي هي هتبقى بعد صلاة التراويح، اللي هو بنقول العيان هيشارك الآخرين يعني، مش معقولة هيجي هيتعمل خشاف مش هياخد مثلا أو بسبوسة أو كده. يقول ممكن ياخد نص كوباية خشاف تكون معمولة مثلا بالإيه بالمحل الصناعي، فيها واحدة بس تمر، واحدة مشمشية، شوية سوداني أو مكسرات، أو ياخد قطعة من البسبوسة المعمولة برضك بالمحل الصناعي وكمية السمنة أو الزيت اللي فيها قليلة جدا، مكعب كده 4 سم × 4 سم. أو ممكن ياخد طبق مش بطال برضك من سلطة الفواكه، أو ياخد بدل الحاجات دي ثمرة فاكهة مثلا برتقانة صغيرة، تفاحة صغيرة، موزاية صغيرة، 3 لـ4 مشمشات. فممكن إن دوت يبقى إيه وجبة مفرحة يتذوق ويشارك الآخرين. يشارك الآخرين زي ما حضرتك قلت. على فكرة يمكن حتى النظام الغذائي ده يا دكتور هو النظام الغذائي المفروض لنظام غذائي سليم أو النظام غذائي صحي فعلا. يعني مش هيبقى فيه اختلاف، لأنه في ناس بتقول أنا عندي مشكلة أن أنا عشان مريض سكر فأنا مش بعرف أكل زي الناس كلها ومش بعرف أتعامل زي الناس كلها، وبالعكس هو ده نظام غذائي صحي المفروض أصلا أن هو يبقى متابع خلال شهر رمضان تحديدا. بما إحنا بنتكلم عن صيام وبنطلع الناس بتطلع من رمضان بتشتكي من فكرة زيادة في الوزن وما إلى ذلك، فيمكن ده النظام الغذائي المفروض كلنا نتابعه. طب خلينا نروح برضو لحاجة تانية، ويمكن واحد من أهم يعني طقوس رمضان المشروبات بتاعتنا بتاعت رمضان، هل فيها ضرر لمرضى السكر؟ ما في مشروبات فيها ضرر وفي مشروبات ما فيهاش ضرر. زي ايه بقى؟ يعني انا بنصح طبعا عيان السكر نصيحه جامده جدا بالميه، لازم العيان لا ينسى ولا يتناسى الميه العاديه بتاعتنا دي، فلازم على الاقل بياخد من 4 أكواب لـ6 أكواب ميه خلال الفتره بتاعه الفطار. والسوائل غير السكريه يعني مثلا واحد عاوز يشرب ليموناتة ماشي مفيش مشكلة، بس نحليها بالمحل الصناعي مثلا. عاوز يشرب شوربة ماشي الحال، بس يكون مثلا الشعرية اللي فيها أو مادة الشوربة نفسها تكون خفيفة. عاوز يشرب عصاير يستحسن إن إيه يبعد عن العصاير خالص، يعني العصاير غير سكرية ممكن ياخد 3 كوباية مثلا، إنما يستحسن طبعا إن ياكل الفاكهة ما تتعسرش، لان لما تكون الفاكهه بناخدها كده بيبقى فيها الياف بتقلل امتصاص الكربوهيدرات وتبطئ امتصاصها، فما يديش الارتفاع شديد في الجلوكوز في الدم بعد ما ياخد حاجه زي كده. فانا اقول له بلاش بدل عصير كل الفاكهه اللي احنا كنا بنقولها في وسط السحور او في وسط الوجبه اللي في النص الاوميجا الخفيفه. طب لا في مشروبات ده رمضانيه يا دكتور، يعني الخروب ولا القصوص والتمر الهندي والحاجات دي. طبعا بشكر حضرتك على انك قلت الكلام دوت، لان يمكن ناس كتير ما تعرفش ان في حاجات من دول خطر. دي نقطه بقى مهمه. خطر بالذات على المرضى اللي هم عندهم الضغط. فعندنا القصوص والقرفه والجنزبيل والمخللات. الحاجات دي ممكن ترفع الضغط بدرجه فظيعه جدا، واحنا عارفين والناس معظم المرضى السكر عارفين ان الضغط والسكر وجهتين لعمله واحده. بيجي له الضغط شويه يجي له سكر، واللي يجي له سكر بعد شويه يجي له ضغط. فبنقول للعيان خلي بالك القصوص مثلا بيرفع الضغط وبيرفع السكر، وغير كده وكده بيعمل حاجه خطيره جدا وبينزل تركيز البوتاسيوم في الدم. البوتاسيوم ده ما بينزل في الدم ممكن يؤدي الى نبضات مش منتظمه في القلب ويأثر على قلب المريض نفسه. فبنقول له بلاش حكايه القصوص بالذات في العيانين اللي عندهم ضغط والعيانين اللي عندهم سكر. نفس الشيء القرفه، القرفه من الحاجات بترفع الضغط جامد، والجنزبيل برضه. فنقول للعيان الحاجات دي والمخللات حاول تبتعد عنها، مش على قدر الامكان حاول تبتعد عنها خالص. طيب الكركديه؟ الكركديه ممكن ناخده تشربه بس ما نحلهوش، او نحط عليه محل صناعي عليه بحيث ان هو مشروب عادي يعني، سواء بارد او سخن ما تفرقش. دي نقطه بقى مهمه يا دكتور عايزه اسال حضرتك عليها، هل الكركديه بارد او سخن بيفرق؟ يعني في ناس بتقول ان الكركديه البارد غالبا بيعلي الضغط والسخن بيوطي الضغط او العكس، يعني مش متذكره قوي بس. لا هو الكركديه
ممكن ينزل الضغط شويه، بس ده حضرتك عشان مثلا انا اخش افشقين مثلا مش يعني مش هستعيد عن الدواء بتاع الضغط مثلا بكركديه، ما ينفعش. انما يعني بيحسن الضغط شويه مع الناس اللي بتاخد الدواء، انما مش بديل ابدا عن الدواء. وده بقول لحضرتك عشان ينزل الضغط بدرجه كافيه، يعني عاوز مثلا نشرب مثلا 6-7 كوبايات يعني، فدول طبعا عليهم سكر كافيين يعني يعملوا مشكله، يعملوا كارثه يعني. طيب يبقى بأي حال حضرتك بتقول ان العرقسوس والمخللات والقرفه نبتعد عنهم خلال شهر رمضان، نبتعد عن العرقسوس والقرفه كمشروبات وايضا عن المخللات. طيب حضرتك بتتكلم كمان عن اهميه المحلى الصناعي، ده ليه خطوره؟ يعني هل نستخدمه باي كميه احنا حبينا حسب احنا حسب مذاقنا احنا، ولا او حسب رغبتنا احنا، ولا ليه برضو يبقى المفروض يكون مقنن؟ هو فكره المحلى الصناعي فكره غامضه شويه عند معظم الناس. يعني في ناس بيستخدموه عشان ينزل لهم الوزن، في ناس بيستخدموه عشان يضبط السكر. هو صحه ولا بيعمل دي ولا بيعمل دي، ولا بينزل الوزن ولا بيضبط السكر؟ ده مش كلامي طبعا، ده الدراسات الامريكيه منظمه الغذاء والدواء الامريكيه اللي بتقول الكلام دوت. انما احنا بنقول ايه، ان العيان اللي عاوز يتذوق الحاجه طعمها احلى شويه ماشي الحال، بدل ما يحط كذا معلقه هياخد القرص دوت هيغنيه مثلا على المعلقتين حسب ما هو. معظم مش كلهم المحليات الصناعيه امنه، ويمكن كان في نشره امريكيه من منظمه الغذاء والدواء انها ممكن تتاخد في الحوامل. تعرف طبعا الحوامل ده في امريكا يعني خط احمر طبعا لكل حاجه، فده دليل انها امنه لحد بعيد يعني. انما لو احنا خدناه بنيه الخساسان او نيه ضبط سكر، لا هو ما بيعملش دي ولا دي، انما يعني عشان نعرف طعم الحاجه حلوه ما فيش مشكله يعني، ممكن نستعيد عن جزء. وممكن نستخدم العسل الابيض الى غير مغشوش، لان برضك في الناس بتجيب عسل ابيض غير معروف المصدر، فممكن يكونوا غشينه بالجلوكوز والفركتوز، والجلوكوز بيرفع السكر والفركتوز بيرفع الدهون الثلاثيه. انما لو جايبينه من مكان امن عندنا لحد معلقه كبيره في اليوم ما تاثرش خالص على السكر في عين السكر. طيب هي اخيرا بقى يا دكتور، اهميه ممارسه الرياضه لمرضى السكر في خلال شهر رمضان او بشكل عام؟ ممارسه الرياضه هو الضلع الثالث من علاج مريض السكر، في غذاء وفي دواء. التريض هو الجزء الخفي او المتناسى في علاج مرض السكر. خلال الايام اللي بره رمضان بنقول للعيان على الاقل 30 دقيقه كل يوم لازم يعمل مجهود. ويمكن النشرات الاخرانيه من المنظمه الامريكيه للسكر بتقول ان حتى المجهود العنيف شويه مطلوب. فاحنا بنقول على الاقل 30 دقيقه كل يوم، على الاقل 5 ايام في الاسبوع. في رمضان الامر بيعدل شويه، مش هنقول يختلف كتير. الصبح مش مطلوب مني اعمل مجهود غير المجهود بتاعي، اروح اشوف شغلي، بعمل حاجه معينه اروح اعملها، ده المجهود المطلوب. بعد بقى ما افطرنا احسن رياضه اصلي التراويح. اصلي التراويح ده رياضه جميله جدا، بتحرك كل عضلات الجسم، بتخلي عندك الوقفه المظبوطه، الثانيه المظبوطه، يعني حركات ربنا سبحانه وتعالى يعني مدهنا عشان يدينا الصحه الكامله. يستحسن طبعا ان احنا ما نعملش المجهود بعد الفطار على طول، بعد ساعتين هو الوقت بتاع التراويح. يعني صلاة التراويح تعوض عن ممارسة رياضة بعد الفطار. معظمها، انما ممكن امشي مثلا 10 دقائق كمان زيادة لو انا عاوز يعني من والى المسجد مثلا. طيب في ناس متعودة مثلا انه في رمضان بتروح الجيم قبل الصيام او قبل الفطار، ده خطر وهي صايمة. خطر مش على السكر بس، حتى على القلب، لان طبعا في خلال الصيام بيحصل نوع من الجفاف في الجسم، والجفاف ده بيعرض المريض ان يحصل له مثلا عايز بالله جلطات في القلب او في المخ. فاحنا بنقول لا، قبل الفطار الوقت ده بيبقى ده اكبر وقت فيه جفاف في الجسم، يستحسن انك ما تعملش. يكون في معتقد انه اللي يروح باي صاله رياضيه او انه يمارس رياضه قبل الفطار ده بيساعد على انقاص الوزن اكتر. لا، هو مش، ما هو الرياضه مش هدفها انقاص الوزن. الرياضه دي الهدف الاساسي بتاعها الصحه. صحيح، يعني انا بعمل رياضه عشان صحتي، مش عشان انزل وزني او ازود وزني زي ما الناس بتعمل او اقوي عضلاتي بس، لا، انا عشان ابقى رجل صحيح.
يبقى انا ما اعرفش نفس الخطر، ما اروحش انا قبل الفطار بساعه ولا نص ساعه، وده اكتر فتره فيها جفاف في الجسم في الوقت دوت، واعمل رياضه ازود الجفاف الموجود، واعمل حمل على القلب. ضربات القلب السريعه والمجهود اللي بعمله ده، كل ده حلم على القلب في وقت القلب فيه يعني هو الواحد في مجهود من الجفاف اللي موجود عنده ومن قله السعرات الحراريه الموجوده فيه. طب يعني بشكل عام يا دكتور، مره ثانيه خليني اعيد نصائح حضرتك للمشاهدين، على الساده المشاهدين، نتبع غذاء او يعني اسلوب غذائي صحي، ده بالنسبه للجميع، مش بنتكلم على مرضى السكر بس، نحاول ان احنا نشرب كميه ميه كبيره، نحاول ان احنا نبدا ان احنا نكسر صيامنا بتمر، سنه عن النبي كمان عليه الصلاه والسلام، بعد كده نقوم نصلي، بعد كده نرجع تاني نشرب شوربه وناكل سلطه، ونحاول ان احنا حتى لو هناكل كربوهيدرات او نشويات ناكلها بكميه قليله، بروتين بكميه قليله، نبعد عن الدهون الثلاثيه، نبعد عن السكريات بشكل كبير. وبالنسبه لمرضى السكر والضغط، نبتعد عن مشروبات العرق سوس والقرفه، ونبتعد عن المخللات كمان، ونحاول ان احنا نمارس الرياضه على قد ما نقدر. دكتور عاطف بسيوني، طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتنا في برنامج التساعة، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب والمشاهدين بخير وصحة وسعادة. شكرا. دكتور عاطف بسيوني، استشاري السكر والغدد الصماء، ورئيس قسم السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء. مشاهدينا نخرج لفاصل سريع، نرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات التساعة، استنونا. الحقيقة دايما بنسمع انه مصر رمضان فيها بيكون مختلف، دايما رمضان في مصر غير الدنيا، رمضان في مصر مختلف، الاحتفالات في مصر في وقت رمضان بيكون ليها طعم تاني، طول الوقت بنسمع الكلام ده، بس الحقيقة يمكن دي مش كلام مرسل احنا بنقوله، احنا تفاصيلنا تفاصيل المصريين بيكون ليها طعم مختلف، هي اللي بتربطنا بذكرياتنا مع شهر رمضان. يمكن احنا حتى جذورنا التاريخيه ليها يمكن كتير قوي متعلق بعاداتنا في شهر رمضان، وممكن ناس تتفاجئ لما تعرف ان احنا العادات اللي بنمارسها دلوقتي في شهر رمضان مش جديده، بالعكس دي عادات تقريبا كده قرنين من الزمن، تفاصيل كتير جدا، حكايات المصريين التاريخيه وطقوسهم، ليله رؤيه هلال شهر رمضان كمان اختلفت عبر العصور، وكل عصر بيضيف لما بعده، مفيش ابدا عاده كده بنتخلى عنها، وزي ما دايما بنقول ان مصر هي اللي بتؤثر في اي حد موجود فيها ايا كان العصر اللي بتمر بيه مصر او مرت بيه مصر. معانا دلوقتي دكتور مصطفى حسين استاذ التاريخ، طبعا الشاعر الدكتور مصطفى حسين استاذ التاريخ والحضاره الاسلاميه وكليه دار العلوم جامعه القاهره. نورنا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك ومصر كلها والعالم الاسلامي كله بخير وبصحه وبعافيه بمناسبه طبعا شهر رمضان الكريم. اهلا بيك. ويعني يمكن احنا بنتكلم قبل الهوا، حضرتك يعني قلت لنا حابب ان انت تلقي بعض الابيات من الشعر. هو بيتين بس كده لان الموضوع مش شعر، لكن الموقف عاده ما يدفع للشعر، الموقف الجميل. وبمناسبه بقى رمضان ومصر، فهنقول ايه؟ رمضان شهر واسمه عربي، ومزاجه في طبعه مصري، مهما يقال فلا مجال لوصفه إلا بشعر في الخلاق نبي. مصر العظيمة فيه وجه عبادة، وخشوعها في المنتهى مرضي. رمضان زكاه الإله فصانه، بكتابه وحي الكلام زكي. الله. طيب انا هقتبس بقى من شعر حضرتك دلوقتي، طبعا يعني القيته علينا، نشكرك اكيد عليه، لكن حضرتك قلت ومزاجه في طبعه مصري. طبعا موضوع رمضان، اولا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هكذا قال الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم، يعني لو السحاب تجمع كده، فأتموا عدة شعبان أو أكملوا العدة. فشهر مكرم في القرآن، مكرم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو اسم عربي لكن مزاجه مصري. كما قلنا مصر
حين نقول إن مصر أم الدنيا، وحين نقول إن مصر هي قلب العالم، وحين نقول إن مصر هي ميقات هذه الدنيا، فنحن لا ندعي ولا نزعم، بل هو رصيد من الحضارة، ورصيد من الفكر، ورصيد من الحضور التاريخي والحضاري القوي جدا المؤثر. مهما مرت الأحداث في مصر، ومهما كان هناك شهر أو طقس ديني أو ما إلى ذلك، فلا بد أن تكون البصمة المصرية فيه. ده أكيد. احكي لنا بقى عن البصمة المصرية في مختلف العصور اللي مرت على مصر في شهر رمضان. يعني مختلف العصور؟ يعني أبرز في عثمانيين، مماليك، فاطميين، طبعاً حضارات كتير جدا عدت على مصر. طيب احنا لو خدنا بعض النقاط السريعة جدا حتى لننتقل على السادة المشاهدين، نقول مثلا الاستطلاع. استطلاع الهلال طبعا أمر ديني له أصول، يعني مأمور به شرعا، لكن أخذ في مصر صورة المراسم، يعني أصبح كأنه طراز أو كأنه تصرف يثبت به الملك أو السلطان حضوره، إنه هو موجود. فطبعا بدء هذا الاستطلاع كان كما ذكر المؤرخون، هنقول بقى مثلا الإمام جلال الدين السيوطي في كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، الكندي في ولاة مصر وقضاتها، الإمام السيوطي يقول إن بدء الاستطلاع كان في أوائل، يعني في أواسط القرن الثاني الهجري، ولا يختلف عنه كثيرا الكندي. يعني خلينا ما ندخلش في أرقام تاريخية أول للسادة المشاهدين، لكن نقول مثلا 132 أو 136 هجرية و155، الفرق مش كبير قوي، لكن عند أحد القضاة الكبار واسمه غوث ابن سليمان الحضرمي، وقاضي آخر اسمه يعني غير غوث هذا في العهد الفاطمي، اسمه على ما أذكر عبد الرحمن ابن عبد الله ابن لهيعة. طبعا هؤلاء القضاة في البداية، يعني على خلاف بين المؤرخين، أو القضاء هو الذي تولى مسألة استطلاع الهلال، لأنه طبعا لابد من تحديد التوقيت متى سنبدأ ومتى سننتهي. البداية طبعا في العصر، يعني في عصر الدولة العباسية، الولاة العباسيين. طبعا بالترتيب السريع في مصر يأتي بعد العباسيين الدولة الطولونية، ثم الإخشيدية، ثم المهم بقى الفاطمية. الدولة الفاطمية هي كانت الدولة الأكثر تأثيرا، صاحبة الأثر الأكبر، من حيث وضع مسألة رمضان واستطلاع الهلال والفوانيس والعادات التي ارتبطت بهذا، كانت في العصر الفاطمي. فوجد فيه ما يعرف بموكب القضاة أو موكب الاستطلاع، وكان تحديدا يتم هذا الاستطلاع في فوق سفح جبل المقطم، فيحددون في طبعا ليلة بعد 29 من أو يوم 29 في ليلة 29 من شعبان، يقف القاضي على سفح جبل المقطم وينظر بالعين المجردة في البداية، ويتم الحكم بأن الشهر انتهى، وطبعا شعبان انتهى ويبدأ رمضان. هذا في العصر الفاطمي. لكن حين جاء صلاح الدين الأيوبي في العصر الدولة الأيوبية وما بعده في دولة المماليك، طبعا أو فاتني شيء، الفاطميون مع الأسف بعد الدولة العباسية قرروا نقل مسألة الاستطلاع لألا تكون بالرؤية والاستطلاع، لا، ففرضوا النظام اللي هو الايه الفلكي، فقالوا الشهر 29 مرة و30 مرة جبرا كده. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي أعاد الأمر إلى نصابه، لأنه طبعا فبدأ مسألة الاستطلاع. ثم جاءت الدولة المملوكية، ويعني حدثت بعض التغييرات في المكان فقط، لكن ظل أمر الاستطلاع حتى نهايات القرن التاسع عشر، حينما تم نقل بقى الاستطلاع من القضاء أو القضاء إلى الإفتاء.
بعد إنشاء دار الإفتاء. طبعا ده يعني هناك أحداث كثيرة جدا طبعا، لكن خير الكلام ما قل ودل في التاريخ. يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم يعني أو حضرتك لخصتها فعلا، مزاجه في طبعه مصري، وإحنا دايما تفاصيل عندنا مختلفة. لما بيجي شهر رمضان بنلاقي في الشوارع كلها شوادر الفوانيس وناس كتير جدا في الشارع، ونبقى عارفين دايما قبل شهر رمضان كده بكم يوم بنلاقي ناس كتير جدا مهتمة بالفوانيس وتنزل تشتري يميش رمضان. وحتى يمكن الأغاني بتاعتنا برضو ليها طعم آخر ومختلفة في شهر رمضان. طبعا يا فندم، وبرضو هذا الكلام له أصول تاريخية، بس هقول حاجة مفاجأة، أنه طبعا قصة قصة وحوي يا وحوي، العبارة المصرية الجميلة، لها أصول تعود إلى الفراعنة. طيب ممكن بقى نحكيها. سنة 1700 قبل الميلاد. يعني طبعا في عدة روايات تتكلم عن الفانوس وظهوره وكذا، لكن بما أننا بقى دلوقتي في عدة مناسبات، اليوم العالمي للمرأة طبعا، تحيات للمرأة وللأم، عيد الأم، دخول رمضان، كل الأمور دي مرتبطة كلها، والربيع، ولها جذور، لها جذور في التاريخ مرتبطة بالموضوع وحوي يا وحوي وفانوس. إيه بقى حكاية الفانوس وحكاية وحوي يا وحوي؟ يقال إن الملكة إياح حتب أم أحمس كانت تكره الهكسوس جدا، ودفعت بزوجها لمقاتلة الهكسوس فمات، فدفعت بابنها الأكبر فمات في هذه الحرب. ثم جاء ابنها الذي بعد ذلك اللي هو في الترتيب أحمس، استطاع أن يهزم الهكسوس. فلما رجع وهو منتصر استقبله المصريون يقولون وحوي يا وحوي، يعني أشرق القمر، نورت يا قمر بالبلدي. إياحة طبعا إياح حتب، فدي ده هذا تفسير من التفسيرات. في يرتبط بهذا موضوع الفانوس. طب الفانوس ده ايه قصته؟ طبعا عدة روايات، أهمها أن المعز لدين الله الفاطمي، وهو قد أقام يعني بعد أن قامت الدولة الفاطمية في بلاد المغرب وجاءت إلى مصر يعني حدود منتصف القرن الرابع الهجري 358-362 تقريبا، أواخر القرن التاسع أوائل العاشر الميلادي، استقبل المصريون هذا الخليفة الفاطمي بالمصابيح المضاءة التي تحولت فيما بعد لما يعرف بالإيه؟ بالفانوس. برضو هنقول حاجة في عهد الحاكم بأمر الله بخصوص المرأة بقى. المرأة كان الحاكم بأمر الله حاكم غريب شوية، فكان فيه قرار بمنع تجول النساء ليلا خصوصا في رمضان. فالحاكم بأمر الله أصدر قرارا بالسماح للمرأة بالنزول ليلا، بس بشرط، ده عشان تكريم المرأة، لابد أن يأتي صبي صغير أو طفل صغير قدامها يكون ماسك فانوس منور عشان يقول يا ناس يا هو في ست معدية، عشان تعرف ان في ست، فخلوا بالكم محدش ايه محدش يضايقها. فده برضو مرتبط بالفانوس. لكن هنلاحظ حاجة، انه الاحداث او هذه الوقائع التاريخية لا تمر يعني في مصر مفروضة على المصريين، لا، مصر دائما تضع بصمتها او تضع بصمتها على الحدث. يعرف هذا من يقرأ تواريخ الامم، صحيح، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي العصور القديمة والوسطى وكذا. من يقرأ التاريخ بعناية ويقرأ المصادر وأمهات التاريخ، هذا من ناحية، ومن يتجول في البلاد العربية في زمننا المعاصر يعرف جيدا طعم رمضان. أنا مش عايز أقول طبعا البلاد العربية وكل بلاد الدنيا لها الحب، لأن مصر هي أمة هذه البلاد، لكن مش عايز أقول يعني خلينا أقول إيه، إنه مصر فيها صوت رمضان أعلى، وفيها بريق رمضان أوضح، وفيها الإقبال على رمضان بحب
وبحضور نفحات كده مختلفة يا دكتور. يعني رمضان فعلا وانت في مصر يمكن حتى مش بشهادتنا بكل تأكيد كل الحب لكل الدول العربية، لكن دايما حتى دي بشهادتهم هم ان رمضان في مصر مختلف ليه طعم تاني. حتى يمكن واحنا بنتكلم عن الفطار وحتى بعض الأماكن التاريخية اللي بيكون فيها مثلا في رمضان بعض الليالي الرمضانية اللي بتكون موجودة فيها بنلاقيها زحمة جدا وبنلاقي ناس كتير جدا موجودة فيها مش بس مصريين. طبعا وشوفي حضرتك رمضان حقيقي. طبعا وزي ما حضرتك ما قلت في حاجة بقى برضو جميلة جدا انه الأصوات المصرية القراء العظام شوفي كده رفعت دولة التلاوة. طبعا شوفي العظمة المصرية. انا ازعم ان صوتا ما للقارئ الفلاني اذا سمعناه في اي وقت من العام يأخذنا الى اجواء رمضان. تخيلي كده تبقي مثلا لسه الصبح ولو سمعت كده الشيخ محمد رفعت طبعا في آية معينة تحس ان انت داخلة على المغرب في رمضان، او تسمعي اذان بصورة معينة او لسه اقول لك الاذان طبعا ففي يعني خلينا اقول ايه في لمسة لغوية فكرية دينية حضارية مصرية تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان مصر حاضرة في رمضان حضورا لا مثال ولا مثيل له. طبعا ده مش من باب ايه يعني خلينا انا دايما بحب الألفة يعني مش من باب التعالي على حد ولا من باب التنافر ولا ان احنا بنفرد نفسنا على الامم، لا مش كده خالص. هي مسألة ايه؟ مسألة حرص الام على ان تكون الام، حرص الفكرة الكبرى بالعكس هي بتراثها وبحضارتها. ويعني زي ما كنا بنتكلم انا وحضرتك فكرة انه دي شهادات مش شهاداتنا احنا، يمكن شهادات حتى اي حد بيكون موجود في مصر في هذا التوقيت تحديدا. في بجد بعض الاخوة العرب بيكونوا حريصين ان هم يتواجدوا في مصر في هذا التوقيت تحديدا. طبعا يا فندم، لانه طبعا يعني خلينا اقول ايه، هو في حاجة اسمها برضو بنسميها في انا بسميها في الدراسات التاريخية والحضارية العمق الحضاري الاستراتيجي. طبعا بتلاقي البلد كلما كان لها عمق فكري وحضاري تأثيري مرتبط بالشعائر الدينية الكبرى ولها، وهذا التأثير يظهر في المعمار ويظهر في التراث الحضاري ويظهر في التراث الإنساني ويظهر في المنتج الحضاري، كلما كانت هذه البلد مختلفة في مستوى الحضور العام عن أي بلد أخرى. وحتى أقول لحضرتك يعني مش عايز أقول لو بصينا لصورة العالم حتى من جوجل إيرث وشوفنا عبر الزمن كده لا الأمر مختلف كتير جدا. ولو بصينا بصة بسيطة جدا للقرى المصرية والشوارع المصرية والزينات الورقية و الإضاءات والفوانيس وكذا، لا الوضع مختلف وليس ادعاء. صحيح طبعا. والتيارات الورق اللي بتبقى قبل الفطار اللي بيطلعوا فوق السطوح يطيروها قبل الفطار تحديدا فظهر كتير قوي. والمدفع بقى يعني انا طبعًا. اساسا انا ما زلت اذكر والله وانا في سن الخامسة او السادسة من عمري يعني في 84 85 كده تقريبا كنت اعمل مدفع كده واجيب بارود واضرب وكده. الحاجات دي احنا تربينا عليها وما زالت تترك في نفسنا الاثر الطيب بتلقائيه وبساطه وبحب يعني. طيب يعني اخيرا يا دكتور الفانوس مصري. الفانوس طبعا يقال ان اصل كلمه فانوس اغريقي قديم يعني اله تستخدم للاضاءه. لكن خليني اقول لحضرتك حاجه، هو البحث في المسائل دي يعني لا يصل لمرتبه اليقين لكن يصل لمرتبة التغليب. هو مصري في إيه؟ مصري في الارتباط برمضان. يعني أنا لا أتصور حتى لو لم يكن مصريا لا أتصور له أي ارتباط برمضان في أي سياق آخر يعني. هو ربطه بالحدث أو برمضان ربط مصري، فما يقدرش حد في العالم يجي ينافسنا ويقول لا الفانوس بتاعنا، لا الفانوس مصري. هو الفانوس زي ما حضرتك قلت هو شيء للإضاءة أو يعني أداة للإضاءة أيا كانت، ربطها بقى بفكرة رمضان مصرية. هي الفكرة دي وكفاية الربطة دي يعني طبعا هي دي أكيد. هي التي جعلت لها أو جعلت الفانوس الشخصية المصرية. وبعدين في حاجة مسألة صناعة الفانوس
وتنوعاتها وكذا مرتبطة بمصر وباب اللؤ وكده. يعني روح أي بلد في العالم هتلاقيهم جداد في الصنعة، ده شغلنا احنا ده برضو. يعني المصنوع شغل مصر. في مصر بيبقى ليه برضو مختلف كده طبعا، وخصوصا لو كان يدوي، وخصوصا لو كان بشمعة بعيد بقى عن الألوان الكتير اللي بتبقى موجودة وكل جانب بلون. يعني برضو زي ما احنا بنقول كده لحضراتكم، رمضان في مصر مختلف وليه روايح مختلفة ونفحات مختلفة كده. يعني ربنا يديم علينا كده يا رب دايما الصحة والسعادة، ودايما نفضل نحتفل مع بعض بهذا الشهر الكريم ثم العيد، ودايما يا رب ربنا يكتر من افراحنا. بشكر حضرتك جزيل الشكر، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك. الشاعر الدكتور مصطفى حسين استاذ التاريخ والحضاره الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه القاهره، نورتنا يا فندم. وحتى رمضان كريم الله اكرم بتاعتنا طيب. ما حدش قال وده احلى كتاب. نورك يا فندم، كل سنه ومصر طيبه، وكل سنه والعالم الاسلامي كله بخير، والدنيا والانسانيه كلها بخير وبصحه وبسعاده. اللهم أمين. طبعاً بنشكر حضراتكم، كده تكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من برنامج التاسعة. سعيدة جداً أن أنا كنت مع حضراتكم النهاردة، ويعني كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، ورمضان كريم عليكم جميعاً. ودقائق قليلة تفصلكم عن برنامج رقم 10 عفواً، وتصبحوا على خير.